بصفة عامة، ما هي أهم المستجدات التي جاء بها قانون المالية 2024؟ نعم، إذن في إطار تنفيذ السياسات العمومية وأيضا تنزيل السياسات العامة للدولة وللحكومة، فسنويا تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون المالية يتم المصادقة عليه في إطار البرلمان، وهذا القانون فهو يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، ونحن في إطار هذه الظرفية التي لا زالت أثرها مستمرة بعد مجموعة من الأزمات الدولية والوطنية، فهذه السنة حاولت الحكومة أن تقدم مجموعة من الركائز في إطار قانون مالية السنة 2024، خاصة دعم المجالات الاجتماعية، دعم الأسر، دعم السكان، وأيضا الحفاظ على دينامية واستمرارية الإنتاج والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالهدف هو الحفاظ على استمرارية ودينامية الاقتصاد، وأيضا محاولة سد العجز في بعض المجالات. مثلا في هذه السنة عندنا أيضا استمرارية ديال الجفاف، وأخذنا بعين الاعتبار هذا التأثير ديال الجفاف الذي استمر الآن أكثر من سنتين، وهو يؤثر على مستوى التوازنات الاقتصادية العامة، خاصة صندوق المقاصة، بحيث أن الدولة تحاول ما أمكن أن تسد هذا العجز الاجتماعي والاقتصادي في هذه المجالات عن طريق قوانين مالية السنة. وهذه السنة فهي استمرار للسنوات منذ 2020، خاصة كما قلت بعد أزمة كورونا وزلزال الحوز والأزمة العالمية على مستوى الحرب الأوكرانية الروسية التي لا زالت تلقي بثقلها على مستوى الأسعار، مما سوف يؤثر أو أثر سابقا ولا زال يؤثر على مستوى الأسعار الدولية وأيضا على مستوى الوطني. ولهذا قمنا بمجموعة من الإجراءات في مختلف المجالات، لا على مستوى الاستثمار ولا على مستوى الدعم الاجتماعي في إطار قانون مالية السنة، من أجل الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية. من الناحية الاقتصادية، هل سيساهم في نظرك هذا القانون في تشجيع المقاولات وخلق فرص للشغل؟ صحيح، كما قلت أنه نحن في إطار هذه الظرفية نبحث عن حلول، وهذه الحلول هي موجودة داخليا في إطار الأوراش المفتوحة في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الصناعي، لأننا نريد من خلال الصناعة أن نغطي جزء من العجز الحاصل في بعض القطاعات الأخرى، خاصة على المستوى الفلاحي. ولهذا الحمد لله أنه الحكومة تحاول ما أمكن الحفاظ على جاذبية الاستثمار في المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، وأيضا تعبئة الاستثمارات الوطنية، والحفاظ على دينامية القطاع المالي لكي يساهم في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة. وهذه الدينامية هي ظهرت على أرض الواقع من خلال حجم الصادرات الذي وصلنا إليه على مستوى السيارات، على مستوى قطع الغيار المرتبطة بالطائرات وغيرها، فهذا كله أخذناه بعين الاعتبار لكي يكون هناك تنويع في الاقتصاد. وأيضا أن قوانين المالية منذ 3 سنوات الأخيرة أخذت هذا البعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل الحفاظ على استمرارية الاقتصاد والإنتاجية، وأيضا الرفع من الموارد الجبائية، لأنه كل ما كان الاقتصاد منتج إلا وكانت الموارد الجبائية مرتفعة، وهذا سوف يساعد الدولة على تعبئة أموال مهمة في إطار الموارد العمومية من أجل صرفها في المجالات التسيير والاستثمار، وأيضا دعم المقاولات بمختلف أشكالها. هل ستساهم التدابير التي جاء بها هذا القانون في محاربة ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم بالمغرب؟ بالنسبة للأسعار، هذه ظاهرة الآن عالمية وتؤثر فيها مجموعة من الاعتبارات، ولكن تنسيقا بين السياسة المالية والسياسة النقدية التي تعتمدها الدولة والسياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي، فالدولة تحاول ما أمكن التحكم في الأسعار، إلا أنه يظهر أن التأثير العالمي واضح،
وبالتالي أنه هناك يعني ارتفاع في الأسعار، مما اضطر الدولة أنها تأخذ أو تقوم بعدة إجراءات. الإجراء الأول هو دعم الطبقات الاجتماعية الهشة، الآن تقريبا سوف تخصص أزيد من 45 مليار ديال الدرهم في إطار الميزانية ديال 2024، يكون فيها الدعم المباشر والدعم المخصص للسكن والدعم المخصص للضمان الاجتماعي، وهذا في حد ذاته هو دعم مباشر للمساهمة في الحفاظ على أو التقليص من حجم التضخم الذي سوف يكون، لأن لا مفر من ارتفاع الأسعار على مستوى الدولي، ولكن الحكومة اضطرت لهذه الإجراءات من أجل يعني التخفيف عن المواطنين خاصة الطبقات الهشة. أيضا أن الدولة أخذت بعين الاعتبار ابتداء من السنة الماضية وهذه السنة والسنة المقبلة أنها تقلص من نسبة الضريبة على الدخل لكي تساهم في رفع الدخل الفردي للأشخاص بغية المساهمة في هذا أو التقليص من التضخم على مستوى ارتفاع الأسعار. إذن فهذه الإجراءات هي مستمرة، ولكن ما دام أن الظاهرة عالمية فلا يمكن أن نحد منها إلا من خلال المواكبة المستمرة للدولة. أيضا على مستوى المقاصة، فالدولة سوف تأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر، وسوف تساهم في دعم مباشر للأسر الفقيرة، بينما سوف يتم يعني التحرير التدريجي لبعض المنتجات خاصة الغاز عن طريق رفع الأسعار، مما سوف يخفف جزئيا على ميزانية الدولة في إطار صندوق المقاصة. اجتماعيا، هل سيساهم قانون المالية في مساعدة ودعم والتخفيف من معاناة الطبقات الهشة بالمغرب؟ الآن في إطار الميزانية المتعددة السنوات التي تأخذ بعين الاعتبار البرمجة ديال 3 سنوات، البرمجة ديال 2025-2026، فالدولة تعتبر أن الوسيلة الأساسية لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية هو قانون مالية السنة. وقانون مالية السنة الآن ولا هو الآلية التدخلية التي تستعملها الدولة في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. عندما نقول الاقتصادية فهي تحكم في المؤشرات على مستوى الديون، على مستوى الاستثمار وغير ذلك. أما الاجتماعية فهي هو هذا القصد الذي طرحته في السؤال، هل يمكن لقانون مالية السنة أن يخفف على الطبقات الاجتماعية ويساهم هذه الطبقات خاصة الهشة والفقيرة في دعمها؟ أكيد أنه هناك دعم مباشر، يعني في إطار هذا الجرد الذي تقوم به الدولة لإحصاء الأسر الفقيرة والهشة، فإنه سوف يخصص دعم مباشر، وهذا الدعم المباشر كما قلت هو سوف يكون حوالي أزيد من 25 مليار ديال الدرهم، بالإضافة إلى حوالي 10 مليار ديال الدرهم توجه للسكن، لدعم السكن. وهذه مؤشرات يعني مباشرة سوف تقدمها الدولة، عبارة عن مساعدات شهرية ابتداء من بداية سنة 2024 لهذه الأسر من أجل دعمها اجتماعيا. كذلك لا ننسى أنه الآثار ديال مخلفات الزلزال فرضت علينا أن نتدخل بشكل مباشر لدعم العديد من الأسر على مستوى منطقة الحوز كذلك شهريا، وهذه العملية بدأت وسوف تستمر خلال 2024، وفيه أيضا دعم آخر لهذه الفئة مخصص للسكن. كل هذه الأمور أين تأتي؟ سوف تأتي من قانون مالية السنة، من الميزانية العامة، وأيضا من الحسابات الخصوصية المخصصة لهذه المجالات. إذن فالوسيلة الوحيدة التي توفر عليها الدول وجميع يعني الدولة المغربية وجميع الدول هو قانون مالية السنة، ويكون فيه دعم مباشر ودعم غير مباشر. الدعم المباشر هو هذا اللي قلناه، والدعم غير المباشر ويأتي عن طريق الاستثمارات، تشجيع الاستثمار من أجل يعني تشغيل اليد العاملة واستيعابها، وأيضا دعم التشغيل عن طريق ميزانية الدولة، لأنه الدولة سوف تخصص حوالي 30,000 منصب في هذه السنة، وهذا كله هدفه هو دعم مختلف الطبقات، بالإضافة إلى الإجراءات التي سوف تقوم بها الدولة على مستوى الضريبة على الدخل. ربما نقول أيضا
الدولة تقوم بإجراءات في نفس الوقت الدعم، ولكن في نفس الوقت هي ترفع في الضريبة على القيمة المضافة. هذا شيء طبيعي لأننا نبحث عن الموارد، وهذه الموارد الهدف منها هو تغطية هذا الخصاص الاجتماعي والاقتصادي. ما هي أهم الأوراش الاجتماعية التي تبناها هذا القانون؟ الأوراش الاجتماعية التي تبناها هذا القانون هي سبق الإشارة إليها، منها الدعم الاجتماعي، منها استمرارية ديال البرنامج ديال الحماية الاجتماعية والصحية الذي اعتمدناه منذ أكثر من سنة والذي سيستمر على مدى سنوات، وهذا أخذنا بعين الاعتبار أنه سوف تكون فيه مساهمات ديال الدولة مباشرة عن طريق قوانين المالية المتتالية، وأيضا من خلال مساهمات ديال مجموعة من القطاعات كالمقاولات المؤسسات العمومية والقطاع الخاص وغير ذلك. الهدف منه هو إعادة النظر في الاقتصاد غير المهيكل من أجل إدماجه ضمن الاقتصاد المهيكل، وهذا سوف يكون له أثر اجتماعي مباشر على مختلف القطاعات الاجتماعية، وأيضا أثر مالي واقتصادي على مستوى الدولة، بحيث أنه كلما تم تنظيم الاقتصاد على مستوى مختلف القطاعات وإدماج الاقتصادات أو القطاعات التي كانت هامشية في إطار الاقتصاد المهيكل المنظم، فإنه سوف يصبح منتج وتصبح مردوديته مزدوجة. المردودية الأولى تعود على أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة، والثانية تعود على ميزانية الدولة من خلال الموارد الجبائية التي سوف نعبئها في إطار هذه الإصلاحات المستمرة التي نقوم فيها في إطار مدونة الجبايات على مستوى تشجيع المقاولين الذاتي وتشجيع المساهمة الاجتماعية الموحدة بالنسبة للأشخاص الذين يختارون هذا النظام من العمل على مستوى نظام الضريبة أو الدخل المهني لتشجيعهم قصد الاندماج والارتقاء بمقاولاتهم الفردية إلى مقاولات ذات طابع مهيكل في إطار قوانين الشركات. إذن كل هذه الإجراءات فالهدف منها سوف يأخذ بعدا استمراريا على المدى المتوسط والمدى الطويل. الهدف منه هو الإرقاء بالمستوى ديال مختلف القطاعات من أجل إدماجها في المنظومة المقاولاتية، وبالتالي أنها ستصبح عنصر أساسي وفاعل في التنمية، وهذا لن يكون إلا من خلال هذه الإجراءات الملموسة التي تقوم بها الدولة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، وأن الدعم غير المباشر هو كثير جدا، فيه تحفيز جبائي، فيه تحفيز تقني وتكوين وغير ذلك من الإجراءات، كل هذه سوف تساهم في إعادة تنظيم هذه القطاعات من أجل إدماجها في الدورة الاقتصادية بشكل جيد. ماذا على مستوى قطاعي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي؟ أكيد أن قطاع التعليم بمختلف درجاته فهو مهم واستراتيجي، وبدونه لا يمكن أن نحقق التنمية، والحكومة أخذ بعين الاعتبار هذا الدور الذي يمكن أن يقوم به التعليم على مستوى الفئات. بالنسبة للتعليم العالي فهناك كانت هناك مفاوضات وتنسيق بين الحكومة والنقابات، وتم حل مجموعة من الإشكالات، منها أيضا هذا الرفع في الدخل ديال هذه الفئة، وسوف يتم تفعيله مع نهاية هذا الشهر دجنبر 2023، وسيبدأ بشكل منتظم مع بداية سنة 2024. وهذا في حد ذاته هو دعم اجتماعي، لأنه يستهدف فئة مهمة داخل المجتمع، وأيضا سوف يساهم في الاستقرار العلمي وتنشيط الوسط العلمي بالنسبة للأساتذة عندما يكون هناك دعم مباشر على مستوى الدخل لهذه الفئات. أيضا عشنا مؤخرا الأزمة التي وقعت على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، وهذه لها تأثير كبير إذا أردنا أن نقيمه بعمليات حسابية،
فنجد أن الحكومة يعني أهدرت فيه أموال طائلة جدا، وهذه الأموال لأن الزمن يقيم بالثمن، وأيضا إذا ضاعت لنا أو لم تستفيد هذه الفئات من الشاب من تلاميذ من الاستفادة المباشرة عن طريق التمدرس، فإن ذلك سوف يؤثر على مستقبلهم وعلى مسارهم الدراسي. وبالتالي أن الحكومة اضطرت أنها تقوم بمفاوضات مع هذه مع مختلف النقابات من أجل الوصول إلى حل، وهذا الحل سوف يتم تفعيله مع بداية 2024 بشكل على مستوى أقساط بنفس الطريقة التي تمت تقريبا على مستوى فئة التعليم العالي. عموما أنه على مستوى الرفع من الدخل ديال الأساتذة، فالحكومة تحاول أن يعني تفهمت هذا الأمر وسوف تقوم به يعني على مدى مراحل، على الأقل يأخذ سنتين أو ثلاث سنوات. لكن هناك إشكالات أخرى لا زالت مستعصية، هو أن النظام الأساسي لرجال التعليم تضمن مجموعة من الإجراءات التي تعتبرها هذه الفئات هي معرقلة لمسارهم، معرقلة لحياتهم العلمية، وبالتالي على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الإجراءات التي يمكن أن تؤثر في المسار ديال المدرس. وعندما نؤثر في مسار المدرس فذلك سوف ينعكس على التلميذ وعلى التلاميذ عموما، وسوف ينعكس على مستوى التربية والتعليم في المغرب. والتربية والتعليم هي إنتاج الثروة، هي إنتاج الفكر، هي إنتاج الموارد البشرية، هي إنتاج الإنسان. إذن فلا بد من يعني مراجعة هذه المقتضيات التي يمكن أن تعرقل لنا مسار التنمية، لأن مسار التنمية بدايته هو التعليم. إذا نجحنا في التعليم بمختلف فئاته فإننا سوف نستطيع أن نحقق تنمية شاملة في مختلف القطاعات، وبالتالي نقضي على الأمية، نقضي على الفقر، نقضي على الهشاشة، ونصنع اقتصاد قادر على المنافسة وطنيا إفريقيا ودوليا. هل سيشكل حجم الدين وخدمة الدين للمغرب عبئاً على الحكومة للوفاء بالتزاماتها والتخفيف من المعاناة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين؟ صحيح أنه المغرب كدولة نامية، فما يؤثر عليه في مساره التنموي هو الديون. فالديون فيها فئتين، فيها خدمة الدين، وفي سنة 2024 سوف نؤدي حوالي يعني تقريبا 39 مليار ديال الدرهم كخدمة الدين، يعني فوائد. هذه هي كلفة من يؤديها، يؤديها المواطن، يؤديها المقاولة، يؤديها كل ما يؤدي الضريبة، فهو الذي سوف يؤديها عن الدولة كفوائد. هذه الفوائد هي نعتبرها غير منتجة. لماذا؟ لأنها هي عبارة عن عبء على أصل الدين. أصل الدين بطبيعة الحال إذا رجعنا لأصل الدين فنجد أصل الدين هو الاستهلاك ديالو غادي يكون في 62 مليار ديال الدرهم. إذا ضفنا 62 مليار مع 38 أو 39 مليار غادي نوليو في حوالي 100 مليار ديال الدرهم اللي خصنا نأديو هذه السنة ديال 2024. إذن تصور معي حجم 100 مليار سوف تؤديها الدولة كديون، منها 62 مليار ديال الدرهم كرأسمال الدين، هذا مستهلك وأدرجناه في إطار الاستهلاكات الاستثمارية، بينما 38 أو 39 مليار التي سوف نؤديها خدمة الدين فهذه مكلفة، وهذه هي تؤثر على التوازنات منذ سنوات. ولهذا أننا نحن المغرب على غير العديد من الدول هو عنده أزمة مديونية مزمنة بحال المرض مزمن، يعني هو كل سنة نؤدي 38 مليار وكل سنة نؤدي 60 مليار أو 62 مليار، فهذا مكلف. وإلا قارنا هاد 100 مليار اللي غنأديوها في الدين شحال غادي نخصوا الاستثمارات في هاد السنة؟ الاستثمارات غنخصوا لها 118 مليار ديال الدرهم، يعني كأننا عاد لقارناها بشحال غادي نقترضوا،
الاقتراضات اللي غادي نقترضوا في السنه المقبله هي 123 مليار ديال الدرهم. 123 مليار ديال، يعني معادله هي صعبه، انك تقترض 123 مليار ديال الدرهم تؤدي 100 مليار ديال الدرهم وتبحث عن الاستثمار ديال 118 مليار ديال الدرهم. هاد المعادله هي صعبه وهي التي تؤثر على التوازنات الاقتصادية ديال المغرب، خاصة إلى رجعنا للنقطة الأولى وقلنا وانطلقنا من الظرفية اللي كيعيشها اللي كتعيشها البلاد اللي كيعيشها المغرب. عندنا ظرفية فيها جفاف اللي كيأثر على المردودية ديال الاقتصاد، وعندنا ظرفية دولية، وعندنا زلزال اللي كلفنا غادي نبرمجوا ليه 120 مليار ديال الدرهم على مدى 5 سنوات. يعني هذه إكراهات ندرجها في إطار إكراهات التوازنات الاقتصادية الكلية، ولكن على أي أنه في إطار التدبير الجيد للمديونية، فالمغرب منذ 2000 حاول أنه يجعل المديونية الداخلية أكثر من المديونية الخارجية، وهذه النقطة الإيجابية في تدبير الدين. عندما تكون المديونية الداخلية أكبر فذلك لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، لأن الأموال التي تؤديها الدولة لا تخرج من دورة الاقتصادية. اللي كيأثر على الاقتصاد هو أنك تؤدي بالعملة الصعبة كلفة الدين ورأس مال الدين للخارج، وهذا يضطرنا لتحمل مخاطر أسعار الصرف، يضطرنا لاستنزاف ميزان الأداءات على مستوى الموارد التي يحصل عليها المغرب من الخارج مقابل الموارد النقديه اللي غادي ناديو بها ونسويو بها المعاملات ديالنا مع الخارج. فهاد المعادله صعبه، ولكن احنا مكرهين، لسنا ابطال، يعني احنا مكرهين اننا نسير هذا الوضع، ندبره بالطرق وبالامكانيات المناسبه. ونتمنى من الله، لانه الحلول ديال المغرب الجزئيه هي تكمن في سنه فلاحيه جيده. اذا كانت عندنا سنه فلاحيه جيده فيكون الاداء الاقتصادي لا ديال الاقتصاد ولا ديال الدوله جيد، لانه من بين المؤشرات والفرضيات اللي كنعتمدوها في اعداد مشروع قانون الماليه هو كم سوف ننتج من الحبوب. أقل سنة أنتجنا هو السنة الماضية كان 37 مليون قنطار، يعني المستوى الأدنى في تاريخ المغرب، خاصة خلال 20 سنة أو 30 سنة الأخيرة، اللي لا يساير الحجم الاستهلاكي ديال المغرب على مستوى الخارج، مما اضطرينا بعد الحرب الأوكرانية الروسية أننا نبحثوا على أسواق بديلة، هي السوق الهندية في الحبوب، ونرجعوا للسوق الكندية والأمريكية، ولأن الحبوب حتى يرتفع الثمن ديالها، وهذا كله له تأثير على هذه التوازنات، مما كيضطر الدولة تضطر أنها تتخلى على جزء من الموارد ديالها في إطار تخفيض من الرسوم الجمركية أو الإعفاء من الرسوم الجمركية لبعض المنتجات الضرورية أو دعمها بشكل مباشر، وهذا كله يكلف. ولكن على أي أنه عموما أن هذه السنة في إطار هذا، دائما ترجع لهذه المسألة ديال البرمجة المتعددة السنوات، حاولت تعطينا واحد النظرة مستقبلية على المدى المتوسط من أجل وضع توقعات للتوازنات الاقتصادية. من كنظر التوازنات الاقتصادية كنتحدثوا على حجم الدين، وكنتحدثوا على الحجم الاستثمار، وكنتحدثوا على الموارد ديالنا الذاتية التي سوف نوفرها من أجل سد يعني أو خلق التوازن على مستوى النفقات التسيير ونفقات الاستثمار ونفقات الدين العموم. هل سيشكل الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات بخصوص الزيادة في الأجور في الضغط على المالية العمومية خلال السنوات القادمة؟ في الحقيقة أن الحكومة كما قلت أخذت منهجية تدرجية في زيادة في الدخل، لا بالنسبة بصفة عامة ولا بالنسبة لبعض الفئات. كانت بدأت بالمهندسين في 2022، الأساتذة التعليم العالي تهم 2023، وغادي تستمر العملية في 2024-25. هذه الفئات الأخرى غادي تبدأ معها في 2024. هذه المنهجية التدرجية
هي تساعد الدولة وتساعد الحكومة على التحكم في نفقاتها على مستوى التسيير، لأن عندما تجزئ هذه الأقساط على مدى سنتين أو ثلاث سنوات فذلك سوف يتم التحكم فيه، وبالتالي أنه في الدولة توفر على جميع الإمكانيات من أجل إجراء دراسات مسبقة، وتكون قد وضعت في الاحتياط في إطار باب خاص بالنفقات الطارئة، أو يمكن أنها حتى على مستوى التنفيذ بعد تنفيذ أو في أثناء تنفيذ قانون المالية يمكن أن تحدث أو يعني تحدث ما يسمى بالاعتمادات الإضافية من أجل يعني سد بعض الحاجيات التي يمكن أن تطرأ خلال مدار السنة، وبالتالي أن هذا الأمر على المستوى الزيادة في الأجور هو متحكم فيه بشكل جيد جدا، ولا يمكن أن يؤثر في التوازنات التي تحدثنا عنها، التوازنات الاقتصادية والمالية، لأن الحكومة كما قلت شطرت ووزعت زيادة على مستوى أشطر، قامت بها بالتوزيع على مستوى أشطر، وهذه الأشطر تتم على مدى سنوات، وكذلك حاولت أن تجزئ الزيادات على حسب الشرائح، شرائح المستهدفة، التعليم بوحده، الإدارة بوحدها، التعليم الجامعي بوحده، وهكذا حتى يتم التحكم في هذه الزيادات بشكل كبير جدا، ولا يكون مجمع في كتلة واحدة، وبالتالي قد يؤثر في التوازنات خاصة على مستوى ميزانية التسيير. عموما أنه الحكومة صرحت بذلك، قالت أنه هذا لن يؤثر على التوازنات، خاصة أنه إذا قمنا بالحساب الكلفة التي سوف يعني تكون في إطار هذا الشطر الأول على مستوى قانون مالية 2024 لن يؤثر بشكل كبير جدا، وبالتالي لن يتجاوز حتى 10 مليار درهم أو أقل، يعني 5 مليار درهم في السنة، فهذا لن يؤثر في التوازنات المالية، وأن حجم الميزانية الآن يفوق 660 مليار درهم بما في ذلك الحسابات الخصوصية. وما هي الإجراءات المعتمدة في الاستثمار العمومي؟ إذن بالنسبة للاستثمارات العمومية هذا ملف مهم جدا. لماذا؟ لأن الدولة سنويا والموازاة مع مشروع قانون المالية فهي تعد تقرير على الاستثمار الوطني والجهوي والمقاولات ديال المؤسسات العمومية. وعندما نتحدث عن الاستثمار العمومي نتحدث عن حقيبة تتكون من دور الدولة في الاستثمار العمومي والحقيبة، وهذه السنة خصصت لها في إطار قانون مالية 2024 118 مليار درهم. المقاولات العمومية تهيمن على حصة الأسد، لأن مجموع الظرف أو المبلغ المخصص للاستثمار العمومي هو أزيد من 335 مليار درهم، فيه واحد النسبة اللي في حدود 41 أو 45 مليار درهم ديال الجمعة الترابية، 118 مليار درهم ديال الدولة، والباقي الأغلبيته كتكون من عند المقاولات العمومية، المقاولات المؤسسات العمومية الاستراتيجية. وهذا الحقيبة ديال الاستثمار من طبيعة الحال أن في السنة الماضية كنا برمجنا 300 مليار، هذه السنة 335 مليار درهم. إذن هناك ارتفاع في حجم الاستثمارات المخصصة للاستثمارات العمومية، فيها البنية التحتية، فيها الاستثمارات المنتجة، فيها كل ما يمكن أن نتصوره من أجل تهيئة المناخ المناسب للإنتاج وللخدمات ولكل ما يمكن أن نتصوره، خاصة أن المغرب منفتح على العالم، أصبح منطقة جاذبة للاستثمارات الإلكترونية، استثمارات المتطورة، استثمارات الاستراتيجية في مجال الطائرات، السيارات، وكل ذلك. وهذا الأمر هو الذي سوف يخفف لنا تدريجيا إذا حافظنا على هذه الوتيرة المرتفعة لحجم الاستثمارات بين هذه القطاعات الثلاثة، خاصة إذا قمنا بإعادة النظر في دور المقاولات العمومية الاستراتيجية، لأنها تعتبر مستثمر رقم واحد بعد قبل الدولة ثم الدولة بعدها. فهذه الاستثمارات هي التي سوف تهيئ لنا المناخ المناسب وتحافظ لنا على استمرارية
والجاذبية للاقتصاد الوطني، لأنه عندما تستثمر الدولة أين تستثمر؟ تستثمر في المطارات، تستثمر في الموانئ، تستثمر في البنية التحتية. لأن احنا مقبلين على مشاريع كبرى جدا، غادي يتم تمديد القطار السريع إلى أكادير، غادي يعني هذه المنطقات المناطق التسريع الصناعية سوف يتم ضخ استثمارات فيها مهمة من أجل المزيد من الاستثمارات، جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وكل هذا ففي الحقيقة سوف يكون له عائد مباشر على التنمية بمختلف أشكالها، وسوف يكون بمثابة هذه الوسيلة الأساسية اللي تم الإشارة إليها وذكرها في النموذج التنموي، هو الاستثمار وهاد الأقطاب الثلاثة. لا ننسى أيضا أننا إلا وفرنا واحد المناخ جيد، أننا كيكون عندنا اقتصاد خاص جيد، والاقتصاد إذا كان الخاص جيد فهو اللي غادي يساهم بالموازاة مع الدولة في الاستثمار، لأن الاقتصاد إذا كان الاقتصاد الخاص كان متطور فكيكون هو عنده مردودية وعنده مساهمة في الاستثمار، وملي كتكون عنده مساهمة في الاستثمار كيساهم في التشغيل، كيساهم في الإنتاج، كيساهم في التصدير، كيساهم في رفع أو تقليص من العجز التجاري، وكيساهم في إدخال العملة الصعبة من الخارج. وهذا كله في نهاية المطاف يساعد الدولة على التخفيف من هذه التوازنات الاقتصادية والمالية اللي تحدثنا عليها، خاصة على مستوى ميزان الأداءات. وبالتالي أن تولي عندنا ثروة داخل البلاد متوفرة ورائجة في إطار الدورة الاقتصادية، وسوف يحافظ في إنعاش النظام المالي، النظام المالي لأنه كيعتبر هو الشريان ديال الاستثمار، هو اللي كيمر لنا التمويل من أصحاب المدخرات إلى المستثمرين. كذلك ما ننسوش أنه في هذه السنة ديال 2024 الحكومة غدير واحد الإجراءات جديدة، الهدف منها هو تعبئة بعض الموارد، خاصة بالنسبة للمغاربة اللي عندهم ممتلكات وعندهم رؤوس أموال في الخارج، أنها غادي تفرض عليهم واحد المساهمة إبرائية مثل السنة ديال 2017 و18 اللي فرضناها وتمكن منها المغرب أنه يحصل على موارد مهمة. أيضا لا ننسى أن عندنا بعض المؤشرات اللي هي لازالت كتساهم في إنعاش الاقتصاد المغربي، هو العوائد ديال المغاربة المقيمين بالخارج اللي هي لازالت تحافظ على وتيرتها الارتفاعية. كذلك لا ننسى أنه هاد النتيجة ديال الاستثمار انعكست على النتيجة ديال الصادرات في القطاعات الاستراتيجية اللي قلنا اليوم، ولا عندنا الصادرات على مستوى الأجزاء الطائرات والسيارات المردودية ديال أكثر من المردودية ديال الصادرات في الفوسفات، وهذا يبين أن المغرب فعلا نجح في الاستثمار. كذلك لا ننسى أننا مقبلين على مشاريع في إفريقيا كبيرة في الانفتاح ديالنا مع 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 الدول الإفريقية، وهذا كله يمكن أنه يكون له واحد الانعكاس على المدى المتوسط والطويل على مستوى المردودية العامة ديال الاقتصاد، وبالتالي أنه سوف يخفف من يعني العبء الذي أصبحت الدولة تأخذه يعني على عاتقها في إطار الدولة التدخلية عن طريق قوانين المالية. الآن إحنا في العالم كله قانون المالية هو الوسيلة التدخلية التي تدخل بها الدول في تدبير الاقتصاد، وهو بمثابة ذلك المقود، إذا أراد الدولة أن تكبح الاقتصاد فتتدخل عن طريق الإجراءات الجبائية وغيرها، إذا أرادت أن تساهم في التنمية فهي ترفع من حجم الاستثمار، إذا أرادت أن تساهم في الدعم المباشر فعندها الوسائل المباشرة أن تساهم فيها من إطار قانون مالية السنة. ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه السنة سنة فلاحية جيدة حتى يتحسن الوضع، لأنه هذا المؤشر الاقتصادي يبقى مؤشرا استراتيجيا بالنسبة للمردودية الاقتصادية للبلاد، وأيضا ينعكس على باقي القطاعات بما في ذلك قانون مالية السنة.